تم تنقيه 2013 من هذه الماده اللغم اللي كانت هتخلي كمان بالاجبار اللي يفهم مين اهل السنه والجماعه، اللي يفهم مين القواعد الفقهيه والاصوليه، مش الازهر هيبقى عندي مرجعيتين لما اجي اعمل قانون في مجلس النواب، ابعت للازهر يا سيد الازهر قول لي هذا اللي انا اتفقت عليه صح ولا غلط. اصبح الازهر هو سيد القرار واصبح مجلس النواب لا كلمه له، ولا هروح للمحكمه الدستوريه وهي اللي تراقب قانوني موافق لماده الشريعه الاسلاميه ولا غير موافق للشريعه الاسلاميه. فاصبح لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها. بقى انا اخلي في الدستور مرجعيتين، ايه خلوها خلاص، الغوا مجلس النواب وخلوا ازهر اللي يحكم.